انتعشت الصادرات الألمانية دون المتوقع في شهر أكتوبر تشرين الأول، مما ينال من التكهنات بأن تساهم التجارة مساهمة كبيرة في النمو المتوقع لأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الأخير من العام الحالي. بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي أظهرت ارتفاع الصادرات بنسبة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 0.5%، في حين زادت الواردات بنسبة 1.3%. ويرى مراقبون أن الصادرات في ألمانيا بدأت تفقد دورها التدريجي كمحرك رئيسي للنمو في البلاد.